المحاضرة الأولى وهي من تأطير الدكتور عبد السلام آيد سعيد وهو باحث مغربي في مقاصد الشريعة الإسلامية وعنوان محاضرته المنهج المقاصدي وأثره في تقدير المصالح والمفاسد. فليتفضل المشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته ومن صار على هديه إلى يوم الدين وبعد. شكرا سيد رئيس الجلسة فضيلة الدكتور صالح مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة البرقان. الشكر كذلك موصول إلى الصائرين على هذه الدورة العلمية المباركة وكذلك للجنة المنظمة. كما أجدد شكري وسعادتي وأنا يغمرني فرح وسرور لكي أجلس بين هذه الثلة من العلماء والباحثين والمفكرين في مقاصد الشريعة. والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور العلامة سيدي حمد البيسوني حفظه الله وأطال في عمره. ولا أخفيكم، لما كنت أنصت البارحة إلى فضيلة الدكتور محمد سالم العوام وهو يتحدث عن شيخه المرحوم الشيخ محمد مصطفى شلبي حاضر بجسدي في القاعة ورجع بي إلى الماضي لما كنت في بداية الطريق مع أستاذي فضيلة سيدي حمد البيسوني. وهذه شهادة ولا تكتموها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فبصمات شيخي وأستاذي الدكتور سيدي حمد البيسوني واضحة جلية. ليس في هذا بأن إخواننا المشارق يفتخرون بشيوخهم وبعلمائهم، فكذلك هذه شهادة، هذا تلميذ مع شيخي ومع أستاذي. فهذه الشهادة أقولها مع هؤلاء التلة من الباحثين في مقاصد الشريعة والمتخصصين في مقاصد الشريعة، أن بصمات أستاذي وشيخي سيدي حمد البيسوني واضحة وجلية في صناعة جيل من المقاصدين والنهضة المقاصدية في الجامعات المغربية. فبه حفظه الله يعرف الإنجاز المقاصدي في المغرب تنظيرا وتفعيلا وإعمالا. فنسأل الله له تعالى التوفيق فيما هو قابل، فهو حليم وصبور على تلاميذه وطلابه. فواحد الشهادة ما زلت أتذكره، لما كنت هممت بتسجيل أطروحتي في المقاصد، فكل أستاذ في الجامعة التي كنت أدرس فيها كلما طرحت العنوان الذي اقترحه علي فضيلة الدكتور سيدي حمد البيسوني إلا ويستنقص الأمر ويستهينه، ماذا ستبحث في المقاصد؟ فكنت أتهيب الموضوع، وكنت ونحن نحن في التهيب، فكلما التقيت به إلا ويرفع همتي ويقول هل بدأت تنام وتستيقظ بالمقاصد؟ هل عندما تركب في الحافلة تفكر في المقاصد؟ عندما تذهب إلى السوق هل تفكر في المقاصد؟ فكان حفظه الله علمني المقاصد بالفعل قبل من الدرس والمحاضرة. فنسأل الله عز وجل التوفيق. فهذه شهادة. فبعد هذه الشهادة سؤال افتتاح لهذا الورقة، ما هي العلاقة بين المقاصد والمنهج المقاصدي؟ فالمقاصد كما استمعنا سابقا هي نسق علمي له مفاهيمه وقواعده وضوابطه ومجالته، والمنهج هو مجموعة من الأدوات والمرتكزات والخطوات والقواعد التي تعمل على تفعيل المقاصد في الواقع. فالمنهج المقاصدي يستنبط بالمقاصد ويعلل بالمقاصد ويقضي بالمقاصد وينظر بالمقاصد، وعلى هذا الأساس تحصل معرفة مقاصد الشريعة والتمكن من الاستنباط بناء على فهمنا فيها. فكما قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، إن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم، وحق العالم فهم المقاصد، والعلماء في ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم. فإذا تحققت هذه المعرفة المقاصدية
وتم إحراز المزيد من التوسع في آليات ومسالك الاجتهاد المقاصدي ليكون أكثر فاعلية وإيجابية ضمن منظور متكامل لأوجه الحياة وما تقوم عليه حياة المسلمين وأوضاعهم، بحيث تصبح مقاصد الشريعة فاعلة ومنتجة في مجالات متعددة، في مجال الأسرة، في مجال المجتمع، في الدولة، في العلاقات الدولية، في الشراكات الاقتصادية، في قضايا البيئة، في الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا والمشكلات المعاصرة، بمنطق التدافع والتفاعل وبمنطق المصالح وضبط المفاسد. فتعميق الرؤية المقاصدية في فهم الشريعة من شأنها أن تحقق جملة من المكاسب بالنسبة للأمة وبالنسبة للمسلمين. أولا، أن تعميق هذه الرؤية من شأنها القطع مع الفكر الفقهي التجزئي المنحصر في قضايا الأعيان والأفراد والمنعزل عن قضايا الأمة والمجتمع ومشاكل الإنسان المعاصر. كذلك من شأن تعميق هذه الرؤية المقاصدية وهذا المنهج المقاصدي في شموليته وكليته فتح المجال أمام الموضوعات الجديدة والقضايا المعاصرة من قبيل قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وتدبير الشأن العام، قضايا المرأة والأسرة، قضايا التعدد، قضايا الاتفاقية الدولية والخصوصيات المجتمعات العربية والإسلامية، قضايا التجارة الإلكترونية وأشكال التصرف والتعاقب. كما تعلمون الأستاذ حسين الموس البارحة تحدث عن أهمية التوثيق والتعاقب. حاليا أصبح الحديث عن التعاقب الإلكتروني، العقد الإلكتروني، كيف سنتعامل. فوقها تحدثوا عن المجلس العقدي، هل يكون إيجاب في مجلس آخر. الناس تحدثوا صفقات بالملايين تقع بين الدول الكبرى في الصين وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا إلى غيرها بدون هذه إشكالات معاصرة، كيف نعالجها؟ بأية مقاربة سنتعامل مع هذه القضايا والإشكالات؟ قضايا النظم المالية والمصرفية الجديدة وقضايا النقود الورقية. كذلك التحرر من شأن هذه الرؤية وهذا المنهج وهذا العمق في المقاصد، التحرر من الموضوعات التاريخية الميتة التي كانت تمثل حاجة الماضي ولم تعد تمثل حاجة المستقبل. وهذا من شأنه القيام بقراءات متجددة لنصوص الوحي والتنزيل المتجدد للأحكام عن الوقائع والنوازل المعاصرة حتى يكون المتن الفقهي مواكباً للواقع المعيشي. رابعاً، إن من شأن هذه الرؤية وهذا المنهج استحضار مبدأ المصلحة في بعده الوظيفي والتشريعي والدستوري لصياغة نصوص تشريعيات متجددة تزاوج بين النصوص والمقاصد والسياقات وبين الأحكام ومناطاتها سعياً لبلورة مشروع إصلاح نهضوي الأمة. وهذا إشكال كما تتبعنا في مصر ومعنا فضيلة الدكتور محمد سليم عوض مسألة ديال بعض البنود في الدساتير العربية. إذا بأية مقاربة هل تكون مصدر التشريعات هي الشريعة الإسلامية أو تكون ضمن هذه كلها المعالجة؟ كيف يمكن لأصحاب أو الأطروحة الإسلامية معالجة مثل هذه القضايا في هذه المرحلة الدقيقة بأية رؤية بأية منهجية سنعالج الموضوع؟ خامسا، بناء رؤية كلية تسهم في توليد أطر كلية لمناهج النظر والتعامل والسلوك على قاعدة أن الشريعة حكمة كلها في بنائها المعرفي، عدل كلها في نسقها القيمي، ورحمة كلها في نسقها السلوكي، ومصلحة كلها في نموذجها المقاصدي. وهكذا تتأسس الرؤية المقاصدية تفكيرا وتأصيلا وممارسة على فلسفة التشريع التي تهدف إلى إصلاح المجتمع البشري وتوجيهه نحو سلوك حضاري يحقق سعادته في الدنيا وفي الآخرة. وأهمية هذه الرؤية المقاصدية أنها تنبثق من المنهج المقاصدي المستوعب لمنظومة المقاصد ولنظرية المصالح والمفاسد. هذا المنهج هو الذي يجعل مقاصد الشريعة ليست جزءا من الفقه بل هي الفقه الأكبر، لأنها أرحب وأوسع من أن تحصر في دائرة علم من العلوم الشريعة، بل هي بمنزلة الروح من جسد هذه العلوم كلها. لها مكانتها في أصول الدين، لها مكانها في الفقه وأصوله، وهي لباب علم التفسير ومعيار حاسم في الأحاديث النبوية الشريفة، وهي إضافة إلى ذلك قطب جاذب لعلوم إنسانية وطبيعية في مقدمتها علم التاريخ وكذلك علم الطب إلى آخره. في كلمة، أن هذا المنهج ليس فقط في تدبير مصالح الأديان وإنما كذلك في مصالح الأنفس والأبدان ومصالح العيش والعمران، إنها في جملة مصالح الإنسان.
إذن فقراءة المقاصد بناء أو بعيدا عفوا عن المنهج المقاصدي وهذا الفضاء المقاصدي الذي حلقت فيه عبر المسار التاريخي للأمة يعد تقصيرا من جهة وقصورا من جانب آخر. فإذا قرأت المقاصد في إطار هذا الفضاء وفي نطاق المزاوجة بين النص والسياق ستكتسي هذه المقاصد أهمية قصوى ومجالا للقيام بقراءات متجددة لنصوص الوحي القرآن والسنة انطلاقا من زاويتين: زاوية الأسباب نحو النتائج أو زاوية النتائج الساعية إلى الإبانة عن الأسباب، ولكل زاوية دلالتها في ذاتها. فالأولى إبصار للحكمة الشرعية والثانية انتباه إلى المنطق العقلي. والقراءة المقاصدية بضوابطها وأسسها وآلياتها تشكل منهجا متميزا للنظر والتفكير والتحليل والاستنباط والاستنتاج والتركيب. فحتى يتضح أكثر هذا المنهج في معالمه الكبرى أنتقل بكم إلى الحديث عن المرتكزات المنهجية والمعرفية للتفكير المقاصدي. فالتفكير المقاصدي ينطلق في تحقيق الفهم الصحيح للدين وفتح آفاق جديدة للاجتهاد والتجديد من مرجعية ومشروعية إعمال مقاصد الشريعة محتوى ومنهجا. وبموجب هذا الإعمال والمرجعية للمقاصد فقد اتصف هذا التفكير عبر مساره التاريخي أي في مسار تجديد الفكر الإسلامي بمجموعة من الخاصيات: خاصية المرونة والشمولية والقابلية للتفاعل المنضبط والتأثير الفاعل في واقع الحياة ومشكلاتها. بل إن هذا التفكير عندما يكون مسلحا بالمقاصد ومؤسسا على فكرة المقاصد ويستحضر المقاصد في كل ما يقرره ويقدره ويفسره ليس في مجال الشريعة وحدها بل في كل مجالات العلمية والعملية. فمراعاة المقاصد واستحضار المقاصد والتفكير بالمنهج المقاصدي في البحث والاجتهاد والحركة والمدافعة والمواكبة لمتغيرات العصر ولرياح العولمة الغربية من شأنه الإبصار بمقاصد الأحكام وفلسفة الإسلام ومحاسن الشريعة في زمن المنافسة الثقافية والمذهبية السياسية التشريعية التي يتعرض فيها الإسلام بالذات إلى مخططات وحملات ترمي إلى تصفيته واقتلاعه. ونموذج ثورة الربيع العربي دليل على ذلك. فمن أهم المرتكزات المعرفية والمنهجية التي يقوم عليها التفكير المقاصدي باختصار شديد، أولا المرتكز الأول وهو تعليله، ونحن البارحة عشنا مع مفهوم التعليل بين التعبد ومقاصد الشريعة بين التعليل والتعبد، هذا المفهوم فصل فيه الإخوة والأوراق التي قدمت في الموضوع. المرتكز الأول هو تعليل نصوص الشريعة وتقصيد أحكامها. هذا المرتكز يشكل اللبنة الأساسية في منهجية التفكير المقاصدي، بل إن هذا المرتكز يمثل المظهر الأبرز لنظرية المقاصد التي يلخصها المقاصديون في جلب المصالح وضرء المفاسد. ومن تطبيقات هذا المرتكز قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة فقهية معروفة تتعلق بتصرفات المكلفين في عباداته ومعاملاتهم وعقودهم. فإذا تم توظيف هذه القاعدة بمعنى أوسع وأشمل كما يقول أستاذنا الدكتور سيدي المدرسوني ستطبق في مجالات متعددة. يمكن أن نتحدث عن النصوص بمقاصدها، الأحكام بمقاصدها، العقائد بمقاصدها، التصرفات بمقاصدها. فكل قول أو فعل أو سلوك أو تصرف يقوم به المكلف يجب فهمه وأخذه والحكم عليه بناء على مقاصده. والإمام الشاطبي رحمه الله في قولته المشهورة: المقاصد أرواح الأعمال. المرتكز الأول. المرتكز الثاني وهو مقاصدية العلاقة بين الكليات والجزئيات في التفكير المقاصدي. يشكل هذا المرتكز الميزان الناظم للعلاقة بين الكليات النصية والعامة للشريعة والأدلة الخاصة بمسائل معينة. والناظر في نصوص الشريعة بدون هذا الميزان فهو متعسف في فهم مراد الشارع من شريعته، واعترى نظره واجتهاده قصور واختلال. إنه لا يكفي النظر في الأدلة الجزئية دون النظر إلى كليات الشريعة، وإلا لتضاربت بين يدي الناظر
الجزئيات وعارض بعضها بعضا في ظاهر الأمر. فالواجب إذن اعتبار الجزئيات بالكليات، شأن الجزئيات مع كلياته في كل نوع من أنواع الموجودات كما يقول الشيخ عبد الله الدراز رحمه الله. وهكذا فإن أول ما يجب أن يرتكز عليه فقه الشريعة الذي ننشده هو أن نفقه النصوص الشرعية الجزئية في ضوء مقاصد الشرع الكلية، بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات وترتبط الأحكام بمقاصدها الحقيقية ولا تنفصل عنها. فالعقل المقاصدي، المنهج المقاصدي والعقل المقاصدي الذي يوظف هذا المنهج لا يغفل عن معرفة القواعد الشرعية والأصول الأساسية حينما يأخذ بدليل جزئي، كما لا ينسى العمل بالدليل الجزئي ولا يهمله مكتفيا بالكليات النصية والقواعد الشرعية. ومن هنا كان العمل المتبادل بين الكل والجزء عملا اجتهاديا مقدرا يستلزم أدبا منهجيا على درجة عالية من الدقة. وبناء على ما تقدم نخلص إلى القول إن مقاصدية العلاقة بين الكليات والجزئيات هي الحجر الأساس في منهج التفكير المقاصدي والمرتكز الجامع لبساط المقاصد، وهو عمل عظيم ليس بالهين، وقد بذل فيه سلف علمائنا الشيء الكثير، كما قال الشيخ طاهر بن عاشور حصلوا غاية المقدور فيه على شيء غير منظور. ثم الوقت يزاحمني، هناك المرتكز الثالث وهو التفسير الذي يقوم عليه التفكير المنهجي التفكير المقاصدي، هناك التفسير المصلحي للنصوص. ربما لن يكفيني في الشق الثاني من مداخلتي حديث عن تقدير، وهو موضوع كذلك لا يقل أهمية. إذا هناك تفسير من مرتكزات التفكير المقاصدي التفسير المصلحي للنصوص، ثم هناك النظر في مآلات، ومعنا فقيه المآلات سيد عمر الجدية. إذا كان التفكير كذلك المقاصد هو التفكير المتشبع بمقاصد الشريعة ومضامينها والمتبصر بحكمها وقواعدها، فإن هذا التفكير إضافة إلى ما قدمناه في المرتكزات السابقة لا يكتمل نظره وتصوره للأمور والقضايا والإشكالات من منظور المنهج المقاصدي إلا باستصحاب واعتبار النظر في مآلات الأفعال. وتكمن أهمية النظر في المآلات في ارتباطه بكثير من مصادر التشريع. هناك تطبيقات أتيت بها فيما يتعلق بموضوع تطبيق حكم السرقة في عام المجاعة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وكذلك في قوله عز وجل في خطاب موسى وهارون لفرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إذا كل هناك تطبيقات في الموضوع. سأنتقل كذلك إلى الخصائص الفكرية، وهناك ترابط بين هذه المرتكزات المعرفية وكذلك الخصائص المنهجية، أن هذا التفكير المقاصدي هو فكر تعليلي مقاصدي ينطلق من التعليل والتقصيد للنصوص والأحكام. كذلك أن من خصائص التفكير المقاصدي أنه فكر تركيبي، تكمن أهمية هذه الخاصية في تجاوز النظر السطحية والميكانيكية والمرتجلة لفكرة المقاصد والمنهج المقاصدي. كثير ما نجده وخصوصا بالنسبة خصوصا في دراسات السنة والجماعة. إخوان ربما البارحة تحدثوا أخونا الدكتور عبدو تحدث عن المدارس والفرق الأخرى، ولكن كان حتى كان من باب الأولى أن نتحدث عن النماذج التي نعيشها. مع الكتاب كنت عندما كنت أشتغل في رسالتي ما زلت أتذكر بأن الدراسة ما زال عند الواضح في إبطال المصالح. هذا نموذج حي للتهيؤ. هناك إبطال مفهوم المصالح وعمق الشريعة هو جلب المصالح وضعها. إذن كان هناك هذا التهيؤ مطروح، إذن فما بالك بنظرة تركيبية للنصوص وللقضايا ضمن منظور وفلسفة الشريعة. إذن هنا التركيب أشبه بصومعة يطل منها الباحث على بحث المقاصد وأطرافها أفقيا وعموديا، حيث تلتقي الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع. وأهمية النظر التركيبي في المقاصد تكمن في درء الوقوع في سوء التقدير والتخيل والتخمين والتلاقم. فالفكر المقاصدي فكر تعليلي مقاصدي، فهو إذن فكر تركيبي. فالمقاصد العامة قامت على الاستقراء والتركيب مثل ما قامت على المفاضلة والترتيب. الخاصية الثالثة وهو فكر ترتيبي، إلى جانب التركيب هناك الترتيب. فخاصية الترتيب وهي شقيقة الخاصية السابقة وهي التركيب، تعني أن مقاصد الشريعة مراتب ودرجات
أنواع المصالح، ما هو دنياوي، ما هو حسي، وما هو معنوي، ما هو خلقي، وما هو بدني، ما هو حال عاجل، وما هو مآل أجل، مراتب المصالح، ما هو ضروري، وما هو حاجة، وما هو تحسين. كل هذه ينبغي للفقيه والباحث والمجتهد أن يستحضرها، وهو يتفاعل ويقوم بمقاربة القضايا والموضوعات المطروحة، ما هو واجب وما هو مندوب، ما هو قليل وما هو كثير، ومنها القاصر الذي ينحصر نفعه في صاحبه، ومن هو المتعدي. فعلى ضوء هذا التراتب والتنوع ينبغي المجتهد أن يستحضر قاعدة المقاصد بمراتبها، وأن يعمل بها والتعامل معها على هذا الأساس. فلا يكفي أن يكون الفقيه نصوصيا حافظا لبعض القضايا. إذن فاعتماد المقاصد والمصالح باعتبار المراتب والأنواع والدرجات هو منهج راسخ في التفكير المقاصدي، بل يتعدى أثره وتأثيره إلى باقي العلوم والمجالات الأخرى، سواء تعلق الأمر بالقضايا السياسية والقضايا الدستورية والتربوية والحقوقية والاقتصادية إلى آخره. فالأصل في العقل المقاصدي أن يكتشف الطاقات ويؤصل المنطلقات ويحدد الأهداف المرحلية والاستراتيجية التي تكسب العقل القدرة على التحليل والتعليل والاستنتاج والقياس واستشراف المستقبل في ضوء رؤية الماضي. سأنتقل من كذلك الخاصية، وهي فكر استصلاحي، فكر مآلي، أنتقل مباشرة إلى رئيس الجلسة يشير إلى بقية 5 دقائق. على أي سأمر إلى موضوع تقدير المصالح والمفاسد على ضوء المنهج المقاصدي. إذا كان من ثمرات الاجتهاد المقاصدي استجلاء المراد الإلهي من أحكام شريعته، فإن التمثل المعرفي لهذا الاستجلاء يكون بالتوفيق والمؤامة بين النصوص الوقت بين النصوص ماذا سأقدم وماذا سأخر، وأنا تحدث عن الترتيب والتركيب. التطبيق هو هذا. نقدم الواقع. بين نصوص الوحي ومقتضيات الواقع المعيش معالجة وضبطا وتقويما. ومن البين أن مجال تقدير المصالح والمفاسد يعد قطب الرحى الذي يدور عليه الاجتهاد المقاصدي، لكونه يشكل أمرا لازما في تكييف الوقائع شرعيا وفقهيا حسب الزمان والمكان والحال. وآكد ما ينبغي فقهه في هذا المجال إن تقدير المصالح والمفاسد محكوم عليه بنظام التشريع الإسلامي ومقاصده. إن تقدير المصالح والمفاسد لا يكون مسدد الخطى مستقيم الاتجاه إلا إذا كان مقيدا بقوانين التشريع وبضوابط المقاصد العامة وقواعد الكلية. إن وظيفة العقل المجتهد في تقدير المصالح والمفاسد تتجلى في فهم الأحكام الشرعية اكتشافا لا إنتاجا. إذن هذا ضابط مهم جدا، أن مهمة وظيفة العقل المجتهد في تقدير المصالح والمفاسد في فهم الأحكام الشرعية هو الاكتشاف وليس الإنتاج. ومن مجالة هذا التقدير أو هذا المنهج في تقدير المصالح هناك المصلحة ومقاصد الشريعة. أتيت بنصوص كثيرة للشيخ لفضيلة العلامة المرحوم العز بن عبد السلام رحمه الله، ستنشر في الورقة مفسرة. المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتداء فهي المقصودة شرعا. من سلك إلى مصلحة غير طريق المشروع فهو ساعي في ضد تلك المصلحة. المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهاد المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا إلى آخره. أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضع الشرع كذلك لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات. ثم هناك إشكالية، وهذا مدخل الحداثيين، حديث عن المصلحة بين العقل والشرع. هل يمكن أن نتحدث عن المصلحة من مرجعية الشريعة أو من منطلق الشريعة أم من منطلق العقل؟ فهذا كذلك موضوع فصلت فيه. فإن المصالح خلاصة المصالح والمفاسد المعتبرة شرعا هي التي تتفق مع مقاصد الشريعة ومقصود الشريعة مع وضع الشريعي وهو المصلحة. فسواء كان العقل كاشفا أو أن العلة في الأحكام هي المصلحة، فقد ثبت بالاستقراء أن المشرع قد يعتبر رعاية المصالح في تصرفاته. ثم أنتقل بكم في النقطة الأخيرة السيد الرئيس إن سمحتم لي، شروط، وهي النقطة الأخيرة في هذه الورقة، وهي شروط المقدر للمصالح والمفاسد، وهي مربعة الفرس. بينت سابقا أن موضوع تقدير المصالح يشكل عصب الاجتهاد المقاصدي وعموده الفقهي، وهذا العصب هو محط رحال المضاد وملتقى أفهام أولي النهى، بل هو مجال يشترك فيه كل العقلاء.
عالمهم وجاهلهم غبيهم وذكيهم، فما ليس بحلال ولا بحرام بالنص فمصلحته أو مفسدته خاضعة للاجتهاد. ولكن لترشيد هذا التقدير نطرح السؤال التالي أو الأسئلة التالية: من المضطلع ببيان حقيقة هذه المصالح والمفاسد والنتائج المترتبة عليهما؟ أو بعبارة أخرى، من المؤهل لتقدير المصالح والمفاسد؟ فهل يعقل أن يبقى تقدير المصالح والمفاسد بمنأى عن موازين الشريعة ومقاصدها، وبمنأى أيضا عن علمائها والمتخصصين في علومها؟ مهما يكون أمر، فإن توفر بعض الشروط الضرورية للقائم بتقدير المصالح والمفاسد شرط أساسي في عملية التقدير، لأن سلامة الاجتهاد وصوابيته يتوقفان على مدى توفر الكفاءة العلمية في المقدر. ومن الشروط اللازمة لهذه الكفاءة ما يلي: أن يكون المقدر عالما بالقرآن الكريم وعلومه وغيرها من الشروط في هذا الباب، أن يكون المقدر على معرفة واسعة بالسنة النبوية وعلومها. غير هنا ماشي حتى لا يفهموني الأساتذة الكرام بمفهوم الذي طرحه السي عبدو، أن يكون ملما بجميع معاني كما ذكر الغزالي، وإنما على أقل الشروط الأساسية: أن يكون المقدر على معرفة واسعة بالسنة النبوية وعلومها، أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة الإسلامية متمكنا من استنباط منها، أن يكون على نصيب وافر من الإدراك لعادة الناس وأعرافهم. ولهذا قال علماؤنا في شروط الاجتهاد أنه لا بد من معرفة عادة الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدود الضرورة أو فساد الآخرين. وتعد العوائد والأعراف من الشروط المساعدة على تحديد المصلحة والمفسدة، وهذا من مواطن الاجتهاد المقاصد العام. وقد كان للإمام الشافعي رحمه الله أمثلة لا تحصى في هذا الباب، تلخصها عبارة المؤرخين للفقه الشافعي في جملة المذهب القديم والمذهب الجديد: أن يكون نقطة الشرط الأخير أن يكون عالما بمواطن الاتفاق والاختلاف بين العلماء، فمن الذي لا يتله بعلم الخلاف لا يحق له التعرض لتقدير المصالح العامة والتكلم عليها، أن يكون مدركا لواقعه بصيرا بمجريات عصره. وقد فصل في هذا الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فإن المقدر إذن لا يعمد إلى تقدير المصلحة والمفسدة إلا بفقه الواقع وفقه أحكام الشريعة معا، أي باعتبار الظروف الواقعية ومقاصد الشريعة ابتداء وتفصيلا ومقاصد المكلف فردا وجماعة. وهذا من نوع المندرج فيما أسماه الإمام الشاطبي رحمه الله تحقيق المناط. وهذه الشروط الستة إذا تحققت في المقدر فقل ما يخطئ في تقدير المصالح والمفاسد. وشكرا على الاستماع والإنصات، وشكرا لمرونة السيد رئيس الجلسة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الله للدكتور عبد السلام آيت سعيد على هذه الجولة المقاصدية المنهجية، وشكره كذلك على الالتزام بالوقت. حقيقة نحن عوضنا من 5 دقائق المفقودة في بداية الجلسة، فكان الانتهاء بالدقيقة بالضبط يعني، فأشكره على ذلك. انتقل مباشرة للمعقب الأول، وهو الدكتور عمراني علوي أباسيدي، وهو أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسارع على نهج إلى يوم الدين. السيد رئيس الجلسة العلمية المحترم الدكتور صالح مدير تنفيذي لمؤسسة الفرقان، أستاذنا العلمي والروحي فضيلة الدكتور سيدي أحمد الريسوني الذي أخذنا عنه العلم والأخلاق إلى جانب فضيلة السيد الدكتور محمد اللوكي حفظه الله وحفظكم، أيها الحضور الكريم من داخل المغرب وخارجه، وحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يسعني في بداية هذا التعقيب عن بحث في مقاصد الشريعة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان والتقدير إلى كل الجهات المنظمة لهذه الدورة التي تعتبر عرساً علمياً وفكرياً بامتياز، عرساً علمياً وفكرياً ربانياً ناجحاً بكل المقاييس، وهي في موضوع إعمال المقاصد بين التهيب والتسيب بهذه المدينة العلمية العريقة من المغرب الحبيب،
والفضل بعد الله يرجع إلى صاحب الفكر الأول والمشرف العلمي العام فضيلة الدكتور سيد حمد الريسوني المبرز في علم المقاصد، بارك الله فيه وفي جهوده، آمين. دون أن أنسى ولن أنسى الملصق البيداغوجي ورئيس اللجنة التنظيمية أخي العزيز الصديق الحميم الجندي الماهر فضيلة الدكتور عمر جدية زاده الله علمه وحفظه. وبعد يسعدني غاية السعادة أن أكون عضو ضمن هذه الثلة المباركة من العلماء والأساتذة والطلبة الباحثين في علم مقاصد الشريعة لمدارسة موضوع مهم جدا في مقاصد الشريعة، وتدخل فيه وعبارة عن تعقيب عن بحث جيد في موضوع منهج المقاصد وأثره في تقدير المصالح والنفس. دون أن أنسى ولن أنسى ما تكرم به أحد الإخوة البارحة من قول الشاعر: إذا قولت امرؤا عن عادة قدمت فاجعل له يا عقيل الفضل تدريجا، ولا تعنف إذا قومت ذا عوج فربما أعقب التقويم تعويجا. بدت لي فعندما اطلعت عليك أي على بحثي أخي الكريم، بدت لي القراءة التالية عسى أن وفق إلى فهمه واستيعابه لتحديد أفكاره والتذكير بقيمته العلمية أو ما ظهر من الملاحظات. لقد استهل الباحث بحثه مذكرا بالتطور الذي عرفه علم المقاصد كما وكيف لدى الباحثين المعاصرين من خلال النقاط التالية: أولا، الجهد الكبير الذي عرفه هذا المحور للكشف عن فلسفة علم المقاصد عبر التاريخ بصفة عامة وفي علاقته بعلم أصول الفقه بصفة خاصة. كانت تلك الدراسات اللبنة الأولى لفتح البحث والنظر الفقهي والفكري نظر لما عرفه الواقع من مستجدات ووقائع مختلفة ومتنوعة تحتاج إلى إحكام شرعية في كل المجالات، الشيء الذي يفرض على العلماء ورثة الأنبياء إعادة النظر، إعادة ترتيب أوراق العمل الاجتهادية لاستيعاب الأحداث واستشراف غد الأفضل بضوء جديد، حتى لا نسقط في مستنقع الانحراف والتسيب بالفهم الخارج عن الحد، لأن القاعدة تقول كما تعلمون: الشيء لا تجاوز حده انقلب إلى ضده. الذي يعرف منهج الحدث أو تنطعات غيره وهو أسلوب رفيع يعتبر دليلا على استيعاب الواقع بغية التهيئ لجو علمي متميز ببعد النظر ويضع كل شيء في محله، ولتحقيق ذلك يدعو الباحث مشكورا إلى تفعيل المنهج المقاصدي كما سمعنا ذلك الناشئ عن ضبط المقاصد والتعمق فيها والبحث في النصوص والقواعد الشرعية حتى تبنى الأحكام على عللها فتحقق أهدافها ومقاصدها. وهذا يأتي بعدما استفدنا البارحة كثيرا من المداخلات العلمية القيمة التي طارت حول التعليل بالحكمة والتعليل بالمصلحة والإحكام الشرعية بين التعليل والتعبد وما تلتها من تعقيبات هادفة كشفت اللتام عن المستور بأخلاق وأدب عالية. وقد سلك الباحث منهجا علميا تناول خلاله موضوعا ملائما لموضوع الدورة إلى غير ذلك من الإيجابيات الواضحة منها بتذكير حضور وازن لأهل هذا الفن من القدماء والمعاصرين وبعضهم حاضر معنا في هذه الدورة ولله الحمد فبارك الله فيهم وفي علمهم. تفكير المقاصد ينبغي أن يسلم وتجرد من الذات من الهوى. ضرورة تفعيل أدوات التفكير المقاصدي مع الانسجام التام مع المنهج الأصولي وتسميما للفائدة ركز الباحث على البعد المنهجي في الدراسات المقاصدية دون أن يغفل الدعوة إلى تكثيف الجهود للتوسع في آليات ومسالك الاجتهاد المقاصدي لتفعيل مقاصد الشريعة وجعلها مسايرة للوقائع والأحداث. لقد جاء موضوع البحث موسوم بمنهج المقاصد وعقد في تقدير المصالح والمفاسد مكونة من مبحثين كما سبقت الإشارة. تناول في المبحث الأول الحديث عن مقاصد الشريعة الماهية والمنهج، وذلك في ثلاثة مطالب أذكر فقط. خص المطلب الأول للحديث عن المعيار المنهجي في تصويب الاجتهاد والجديد الفقه الإسلامي، أما عن تصويب الاجتهاد فقد تناوله من القدماء أبو بكر محمد طيب الباقلاني مثلا المتوفى سنة 403 رحمه الله. أما جديد الفقه الإسلامي فالمقصود به جديد الفهم للنصوص الشرعية
وفق ضوابط وقواعد وآليات يأتي بمقدمة الإجتهاد والمقاصد السليم الذي يحفظ المجتهد من الخطأ والزلل لنثبت شموليته ومواكبته واستيعابه لكل الوقائع والمستجدات. وهذا راجع إلى عدة أسباب، منها المرجعية الدينية الشاملة لكل المجالات، وقد استشهد الباحث للإنصاف بمجموعة من النصوص عند أهل هذا الشأن في الماضي والحاضر، هذا فضلا عن تحديد قضايا أساسية بعينها، منها كما قال أستاذنا الدكتور محمد الريسوني البارحة، منها ما يفرض علينا تناوله البحث في المستقبل إن شاء الله، منها ما يتعلق بتفكير الفقه التشريعي، أو منها ما يتعلق بقضايا جديدة مفروضة عند أهل الحل والعقد إلى غير ذلك. إنها قضايا جعلت الكثير من أبنائنا من أبناء هذه الأمة يضعون نقطة استفهام حولها حتى لا تسقط الأمة في محظور يعود عليها بالضرر ويجعلها لكمة في فم الآخر بالانسلاخ عن الهوية. بهذا تمثل مقاصد الشريعة بمنهجها الفريد روح الفقه الإسلامي والحضور القوي في كل العلوم الشرعية كعلم الفقه والتفسير الحديث من حيث الفهم والتنزيل، وباستحضار هذه المعطيات يقبل المجتهد على قراءة النصوص الشرعية بأعين جديدة جامعة بين الأصالة والمعاصرة، وهو ما يؤكد عليه الشيخ محمد حبيب الخجة بعد قراءة سورة الإمام الطاهر المعشور رحمه الله في مجال المقاصد. تناولت نقطة أخرى الباحث حفظه الله الحديث عن القواعد والمرتكزات، وقد فصل فيها الكلام مستدلا بآراء العلماء من القدماء والمحدثين. ولتأكيد هذا الطرح استدل الباحث موفقا بكلام فضيلة السيد أحمد الريسوني عندما قال في أحد نصوصه في أحد كتبه: لكي يكون الفكر المقاصد فكرا علميا متميزا لا بد له من مبادئ وقواعد مقاصد منهجية توجه وتهديه سواء السبيل، إلى آخر الكلام. كما تناول الحديث في مجموعة من النقاط إلى الـ إلى الـ إلى تعليل النصوص، وفي هذا السياق أذكر بالكلام الجيد وما أكرمنا به الإخوة البارحة وخاصة الأستاذ العوة عندما تكلم عن الأستاذ مصطفى شلبي عليه رحمة الله في كتابه تعليل الأحكام. فضلا عن تفسيره الحديث عن الكليات والجزئيات والسند الثاني في المنهجية المقاصدية، وحتى لا أطيل وقت لا يرحم لا حول. وبعد هذا بعد الاطلاع على 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 بحث الأستاذ الفاضل بدأت ملاحظات، هذه ملاحظات أضع بين قوسين لم ولن تحط من قيمة هذا البحث، فقط هذا ما بدأ اجتهاد مني بين أصبت من فمن الله أخطأت فمني ومن الشيطان لإطالة بعض المطالب والتداخل بينها من نقاط ما يحتاج إلى زيادة توضيح كالحديث عن العلاقة بين الكليات والجزئيات، المبالغة بين قوسين في ذكر الشروط المحددة والمقدرة المصالح والمفاسد، إعادة النظر في استعمال العقل لتقدير المصالح والمفاسد. وأخيرا مع دراسة عرض الرئيس لا أخفيكم سرا أنني استفدت الشيء الكثير من هذا البحث، فأرجو الله العلي القدير الباحث التوفيق والنجاح والمزيد من العطاء، ولجميع الحاضرين كما نسأل سبحانه أن يوفق منظم هذه الدورة لتعقيد في المستقبل القريب في فضاء أرحب لتعقد في المستقبل القريب في فضاء أرحب بمؤسسات الجامعية حتى تعم الفائدة، والله من وراء القصد والحمد لله. مداخلته وكذلك الالتزام بالوقت انتقل مباشرة إلى التعقيب الثاني عن هذه المحاضرة، وهو تعقيب من الدكتور محمد بن أحمد بن سيد أوبك، وهو رئيس قسم الفقه والأصول في جامعة العلوم الإسلامية بموريتانيا، فليتفضل مشكورا في بطون 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياه نستهديه وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة وأن يجعلها صحيحة موفقة بإذنه. الموضوع الذي بين أيدينا موضوع مهم، كونه يبحث عن توظيف المنهج أو أثر توظيف المنهج في ضبط تقدير المصالح والمفاسد، ذلك أن الخلل الواقع أو التسيب الواقع في مقاصد الشريعة يقع في جهتين، في الاجتهاد في هذا العلم أي في مصطلحاته وقواعده يقع خلط وخبط
فهناك من إلى الآن لا يميز بين المقاصد والقياس، أو يرادف بين المصالح والمقاصد، أو يستخدم مصطلحات هذا العلم ويفيد عليه دون أن يكون لديه تعريف جامع لهذا العلم. كما أنه يقع أيضا الخلل في إعمال هذا العلم، أي في تنزيله على الواقع. وقد أردت هنا بما أن هذا البحث الذي سأعقب عليه هو المنهج المقاصدي وأثره في تقدير المصالح والمفاسد، أن تكون لي ملاحظات أولا في المنهج، والثاني في أثر هذا المنهج، والثالث في تقدير المصالح والمفاسد. ذكر علماء الأصول ومنهم الإمام السرخسي في أصوله أن الألفاظ أكسية المعاني، وربما قصرت هذه الأكسية أو قصرت العبارات عن إدراك المعاني. ولذلك من أهم الملاحظات هنا التي ينبغي أن تسجل هي أنه لا ينبغي استعارة بعض الألفاظ أو بعض الأكسية التي يستخدمها الخصوم أو المتسيمون في هذا العلم، ولا بد من التفريق أو التمييز بين العلم والفكر، أي بين الفكر الذي هو مجرد حركة الذهن في المعقولات أو حركة الذهن في الأدلة الشرعية، وبين العلم المنضبط بمفاهيم وقواعد ومصطلحات، حتى نضبط هذا العلم عن تميع الفكر، وحتى يكون المتكلم فيه متكلما بأدلة أو بقواعد أو بمصطلحات إن قرأها غيره في مكان آخر استطاع أن يفهم عنه. سأختصر النظر ليضيق الوقت على أن أكون في كل عنوان أذكر بعض الملاحظات. أولا في تعريف المنهج، فضيلة الدكتور حفظه الله تعالى عرف المنهج المقاصدي بوظيفته، المنهج الذي يروم تقصيد نصوص الشريعة، أي أنه تحدث عن هذا المنهج ولم يعني يضبط تعريف حد جامع لهذا المنهج. ولذلك ركزت في هذا التعقيب على أن أحاول أن أضع منطلقات أساسية لضبط الاجتهاد في تقدير المصالح والمفاسد. ذلك أن النظر في هذا المنهج ينبغي أن يكون له جانبان، جانب يتعلق بالاجتهاد في منهج المقاصدي عن طريق استنباط مقاصد جديدة صالحة للبناء عليها يمكن إعمالها، والثاني الاجتهاد المتعلق بترتيب مادة مقاصد الشريعة وتوظيفها وتبويبها. كذلك فيما يتعلق بالمقاصد والمصالح، هنا ينبغي أن نشير إلى بعض المسائل. أولا فيما يتعلق بعلاقة العقل والمقاصد، العقل هنا في باب المقاصد ينبغي أن نعلم أنه ليس للعقل إيجاد المقاصد، وإنما كما قال الإمام الجويني ليس إلينا وضع المصالح والمفاسد، ولكن إذا وضعتها الشريعة أو وضعها الشارع اتبعناها، فهو في باب المقاصد مدرك وليس بحاكم. كذلك أيضا نعم هنا العقل له القدرة على أن يتحرك في الأدلة الشرعية ويفهمها ويستطيع أن يصل إلى معنى الحكمة فيها أو إدراك القصد، ولكن الناظر بعقله إذا نظر في أدلة الشريعة يبحث عن حكم الشرع لا عن حكم العقل. أيضا من المسائل والضوابط التي يشار إليها في هذا المجال أنه متى أسقط التعليل أصله الذي ينشأ عنه سقط في نفسه، متى أسقط التعليل أصله الذي ينشأ عنه بطل في نفسه. وهذه من القواعد المهمة التي ينبغي أن نرجع إليها في ضبط وتقدير المصالح والمفاسد، أن هذه المصالح إذا كان اعتبار هذه المصالح وتقدير هذه المصالح سيعود على النصوص بالإبطال، فمتى بطل الأصل بطل الفرق. كذلك أيضا لو جاز للعقل أن يتخطى مأخذ النقل في البحث عن المصالح أو المفاسد لم يكن للحد الذي حده النقل أصلا فائدة. ولهذا نجد أن الشريعة أن الشارع مثلا في المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية أو المصالح المتفق على تحصيلها لم يترك الشرع للمكلفين تحصيلها دون ضوابط. فمثلا كون المقصد من النكاح مثلا النسب لم يطلب الشريعة
الشارع من المكلفين تحصيلها على قصد دون ضابط حتى لو كان العقد مثلا فاسدا. ولهذا هذا يستغسل في جميع المصالح المعتبرة. هنا ينبغي التمييز بين المصالح التي دل الشرع عليها عن طريق النص والمصالح التي دل الشرع عليها عن طريق معقول النص، لأن مصالح الواجبات ومصالح المندوبات يعني هذه لا تخضع للنزاع أصلا بين العلماء، بينما النزاع أو الذي يمكن أن يتطرق إليه بعض الخلاف هو في مصالح المسكوت عنها. ولذلك الأصل هو أنه لا تفاوت في الأوامر الشرعية، لأن الأمر الشرعي موحد، ولكن التفاوت يقع بحسب المأمورات، بحسب المأمورات أي بحسب تفاوت المصالح بين في ذاتها يقع التفاوت في تعلق الطلب بها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمفاسد. أيضا لا تقصيد إلا بدليل خاص. معلوم أن الشريعة يعني معللة بجلب مصالح ودرء المفاسد، وهذه علة كلية في كل الشريعة، ولكن تعليل الشريعة بعلة زائدة على ذلك أي لا بد من في اعتبار هذه المصلحة أو اعتبار درء هذه المفسدة أن يلاحظ المجتهد الحكم الشرعي جهة تعلق الخطاب الشرعي بتلك المصلحة أو بتلك المفسدة. ذكر الباحث مشكورا ضرورة العلاقة بين الكلي والجزئي، أي بين مصالح الكلي والمصالح الجزئي، وهي مسألة مهمة لأنه دخل منها كثير من المتسيبين لمقاصد الشريعة، وذلك أن الأصل هو أن مقاصد الشريعة لا تتعارض مع النصوص تعارضا يؤدي إلى إبطال النصوص أو إسقاطها أو تعطيلها. ولو فرضنا هذا التعارض فقد وقع بالفعل يعني من العلماء من ذكر ذلك، ولكنه يعني لحسن الحظ حتى الآن لم يطلع عليه بعض الناس من المتسيبين الذين يتحدثون أو يبالغون في طرد المصالح في مقابلة النصوص. ذكر الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه القبس أن المقاصد قد ربما تتعارض مع النصوص، وذكر مثالا لذلك طريفا، وهو قال في حكم إعمال الربا في الحلي بعد صياغته، قال وهنا تتعارض قاعدتان، قاعدة الربا المحرم بالنصوص وقاعدة المقاصد، وذلك أن الحلي أخرجه القصد أي أخرجه القصد الاستعمال من باب النقدية أو من باب الربا إلى باب الملبوسات، واستهول هذا القول قول جماعة، والأمر فيه سهل لأنه يستمد من بحر المقاصد، وذلك أن النصوص عامة العامة تخصص بالقياس فكيف بالقواعد الكلية المنضبطة، وهنا إجراء المقاصد مجرى التخصيص. ولذلك هذه المسألة ينبغي التنبه لها في حال التعارض، لأن النص هنا إذا وقع في معارضة مقصد فهذا المقصد فهذا النص الذي يعارض هذا المقصد لا يخلو من احتمالين، أن يكون له مقصد أو لا يكون له مقصد، هو احتمال يعني مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. إذا يكون عندنا مقصد يتعارض مع نص لا مقصد لمقصد. من الملاحظات كذلك أيضا في باب التقدير أن التقدير لا بد أن يكون له ضابط، وهذه الضوابط إما أن نعتمد اعتبار تعلق الخطاب الشرعي بالمصلحة والمفسدة بناء على التقدير فيها أي تفاوت الأوامر والنواهي، إما أن نعتبر الأفعال في تقدير المصالح والمفاسد، وذلك أن الأفعال ضربان، فعل تضمن مصلحة ومفسدة في ذاته، وفعل أفضى إلى مصلحة أو أفضى إلى مفسدة. ولذلك هنا في هذا الباب حكم الوسيلة هنا أو المصالح الإضافية أو المفاسد الإضافية لا ينبغي أبدا أن تكون في الدرجة وفي الرتبة مثل المصالح الحقيقية أو المصالح أو المفاسد الحقيقية. أختم هنا بأن أشير إلى مسألة يعني فيما يتعلق بالألفاظ والمصطلحات، لأن البحث بشكل عام جيد وممتاز وله مضامين جيدة، ولكن فقط يعني أعطي مثال على ما يتعلق بالألفاظ، لأن قد يستعير أو استعار الباحث بعضا من كما قلت ألبسة معاني أخرى، وهو كلمة التفسير المصلحي، واستدل التفسير المصلحي للنصوص استدل بكلام شيخنا الريسوني الدكتور الريسوني
وعبارة دكتور الريسوني كانت دقيقة جدا وهي التعليل المصلحي، لأن هناك فرق بين التفسير المصلحي وبين التعليل المصلحي، لأن النص المفسر إما أن يفسر وفقا على قواعد دلالات الألفاظ أو يفسر وفقا على قواعد دلالات المعاني. إذن إن كنا نحن في باب دلالات المعاني لا نقول التفسير المصلحي وإنما نقول التعليل المصلحي ولا نقول التفسير المصلحي. شكرا دكتور محمد على تعقيبك كذلك، واستغل هذه الفرصة لكي أشكر كل من الأستاذ الدكتور عبد السلام عيد سعيد والمعقب الأول الدكتور عمراني والدكتور محمد على ما أفادونا به.